ونناقش في ملف في التطورات الفلسطينية قرار الخارجية الأمريكية بدمج قنصليتها العامة لشؤون الفلسطينيين مع سفارتها الجديدة في القدس المحتلة. الخارجية الأمريكية قالت إن ذلك القرار لا يعني تغيرا في السياسات الأمريكية حيال الوضع القانوني للمدينة. القنصلية العامة في القدس والتي تتولى مسؤولية العلاقات مع الفلسطينيين بهذا الإعلان تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد خفضت تمثيلها الدبلوماسي لدى السلطة الفلسطينية. وفي سياق متصل يتعلق بالجدل بشأن التطبيع مع الاحتلال، قالت مصادر نيابية أردنية إن خلافاً وقع في الجلسة الختامية لمؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان قبيل إقرار البيان الختامي، إذ لم تنجح كل من مصر والسعودية والإمارات التي تمثلت برؤساء مجالس نوابها لم تستطع إسقاط بند مناهضة التطبيع مع تل أبيب من البيان الختامي للمؤتمر، في الوقت الذي حاولت فيه دول أخرى وعلى رأسها الكويت أن تظهر رفضها لكافة أشكال التطبيع. لمناقشة هذين التطورين أرحب معي هنا في الاستوديو بالكاتب والباحث في الشؤون الفلسطينية محمد أمين. أهلا بك محمد. بداية بالنسبة للخطوة الأمريكية بدمج القنصلية التي تعنى بشؤون الفلسطينيين بالسفارة الأمريكية في القدس المحتلة، كيف يمكن تفسير هذه الخطوة الأمريكية؟ شكرا جمال على هذه الدعوة. هذه الخطوة الأمريكية تأتي في سياق إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تماما أنها تقفز على الملف الفلسطيني. هي تقول تماما أن هذه المنطقة هي منطقة إسرائيلية بامتياز. هذه الخطوة تأتي في سياق الاعتراف بقانون القومية الإسرائيلي، بمعنى آخر أن السفارة الأمريكية في تل أبيب والتي نقلت إلى القدس هي العنوان لكل ما يتعلق بالمباحثات الأمريكية حول مسألة الصراع العربي الإسرائيلي، بمعنى أن الولايات المتحدة تقول أنه نحن اليوم نتحدث فقط مع إسرائيل في هذه المنطقة ولا نتحدث مع أي طرف آخر. هي باختصار شديد جمال إلغاء للطرف الفلسطيني، لأن القنصلية التي تم إلغائها هي كانت البوابة الوحيدة التي يتم فيها التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في التعامل مع الفلسطينيين، بمعنى أنه كان الحديث بين الولايات المتحدة الأمريكية والطرف الفلسطيني السلطة الفلسطينية كان يتم عبر قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في القدس. طيب، ولكن ما الذي تغير محمد؟ لأن القنصلية المكتب الذي يمثل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كان قد أغلق قبل أكثر من عام، فإذا لم يكن هناك نقطة ارتباط فلسطينية أو مكتب ارتباط فلسطيني، ما الداعي لأن يكون هناك مكتب ارتباط أمريكي؟ لا، هو تمثيل منظمة التحرير في واشنطن هذا قصة أخرى مختلفة، له علاقة باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بشكل وهيئة ومستوى التمثيل الفلسطيني في واشنطن. لكن عندما تحدث عن عملية السلام وعن قناة الاتصال بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين السلطة الفلسطينية، القناة التي كانت خلال 40-50 سنة الماضية هي القنصلية الأمريكية في القدس. عندما تقرأ هذا السياق الأمريكي والقرار الأمريكي في سياق محاولة تحضير المنطقة لصفقة القرن والقفز على القضية الفلسطينية وتجاهل الفلسطينيين وعدم الاعتراف أصلا بوجود شعب اسمه الشعب الفلسطيني وحقوق لهذا الشعب الفلسطيني، تستطيع أن تستنتج أن هذا القرار الأمريكي يأتي لتثبيت هذه السياسة بأن الطرف الوحيد الذي تتحدث معه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة هو إسرائيل، وأنه إغلاق تام لأي شكل من أشكال التفاوض أو التحاور أو النقاش مع الفلسطينيين. وهذا تساؤلي، الإغلاق التام محمد، يعني هل يعني أن الاعتراف بالسلطة الفلسطينية قد تم سحبه نهائيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الآن؟ هو اعتراف أمريكي بأن الطرف الوحيد في هذه المنطقة هو إسرائيل، بمعنى هو إذا شئت هو عدم الاعتراف بوجود طرف آخر في هذه المنطقة، يعني يوجد صراع بين طرفين، بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي. هو أيضا تماهي مع قانون القومية الإسرائيلي الذي يعرف كل مواطن في هذه البقعة الجغرافية بأنه مواطن يهودي إسرائيلي، بمعنى هذا القرار الأمريكي وكأنه يشرعن ويؤكد على هذا التعريف الإسرائيلي وبأنه هذه المنطقة هي تحت سطوة وحكم إسرائيل، وأنه وأن الشعب الفلسطيني بشكل أو بآخر هو غير موجود. يعني عندما تقرأ هذه الخطوة الأمريكية مع محاولات إلغاء الأونروا وإلغاء منظمة التحرير وإلغاء وكأنه هناك محاولة لشطب الحقوق الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهذا هو قرار دبلوماسي يقول أن نحن في الولايات المتحدة الأمريكية لا نعترف بطرف آخر للحوار معه إلا إسرائيل. نعم. وهو واضح تماما أنه هي رسالة وتخفيض وسحب اعتراف إن شئت أمريكي بالطرف الفلسطيني. معي عبر الهاتف من القدس المحتلة عضو المجلس الثوري لحركة فتح سيد ديمتري دلياني. أرحب بك سيد دلياني، كيف تنظرون في فتح لهذه الخطوة الأمريكية؟
هي قضية لها آثار سلبية على طبعا نحن كفلسطينيين وطبعا على الإدارة الأمريكية. إذا نظرنا إلى تاريخ هذه القنصلية التي بدأت كبعثة دبلوماسية عام 1844 ومن ثم انتقلت إلى مقرها بعد ذلك ب13 عام وأصبحت قنصلية عام 1928، هذا أعطاها حق فرض وجودها كقنصلية في القدس كأمر واقع، وقليل من بلدان العالم الذين يحظون على هذه هذا الوضع الذي حماهم مع احتلال المدينة بأن يبقوا على وضعهم كقنصليات ويكونوا ممثليات دبلوماسية لدى الشعب. طيب، ولكن الولايات المتحدة الآن تنسجم بهذه الخطوة مع موقفها من القضية الفلسطينية. الانحياز الأمريكي لا يحتاج لأدلة، إذن ألا يبدو الموقف الأمريكي الآن هو تتويج لما بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال القضية الفلسطينية؟ ما أردت أن أصل إليه بأن الولايات المتحدة اختارت أن تخسر هذا المنصب الذي فرضه التاريخ ونالته فقط دول معدودة، وأن تنحاز ليس لإسرائيل، هي تنحاز إلى اليمين الاستيطاني الاستعماري في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أي أنها لم تعد تنحاز إلى دولة الاحتلال، هي تنحاز إلى أحزاب يمينية فاشية تتعارض مع كل شيء تدعي الولايات المتحدة أنها تقع معه. ثانيا، الولايات المتحدة تؤكد مرة أخرى والمرة يمكن 11 منذ تولي دونالد ترامب منصبه أنها قررت أن لا تكون راعية لأي عملية سياسية، والعملية السياسية متوقفة أصلا لكن مستقبلا. ضف إلى ذلك بأن نحن كفلسطينيين أيضا فقدنا، حيث لا نعترف بالسفارة الأمريكية في القدس، لا نعترف بها، ففقدنا اتصالنا الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. كما أن فقد الشعب الفلسطيني الخدمات، الجزء الخدماتي من ديز وغيره مع الولايات المتحدة. شكرا لك، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني. محمد، بالنسبة لما جرى في الجلسة الختامية للمؤتمر مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب، كيف تنظر لمحاولات دول مصر الإمارات وثلاث دول أن تشطب بند مناهضة التطبيع؟ لما كل هذا الإصرار على دعم التطبيع مع دولة الاحتلال؟ هو هذا جمال ما قاله الشهيد ناجي العلي في سبعينات القرن الماضي، فقال: أخشى أن يأتي يوم تصبح الخيانة وجهة نظر. هو ذاته هذا جمال ما كتبه صلاح خلف، الشهيد صلاح خلف أبو إياد، في كتابه فلسطيني بلا هوية، عندما قال: سيأتي يوم من الأيام نقول أن الخيانة أو ستصبح الخيانة وجهة نظر. هذه هي تجليات والتفسير العملي لما قاله أبو إياد وما قاله ناجي العلي. عندما ترى أنه رئيس برلمان، رئيس مجلس الشورى المملكة العربية السعودية، قبلة المسلمين واللي فيها حرم المسلمين واللي توجه المسلمون إليها للحج والعمرة، يطالب ويدافع عن ضرورة عدم إدراج بند التطبيع مع إسرائيل كبند مجرم، هو يدعو للتطبيع، هذا هو قمة الذل وقمة الخزي وقمة الهوان اللي وصلنا له. واحدة موقف مصر والإمارات والسعودية أيضا، هذه الدول الثلاثة هي التي ترعى اليوم مشروع التطبيع مع إسرائيل وإقناع المواطن العربي عبر تزييف الوعي وتزييف الوعي وإعادة تسويق مسألة أن إسرائيل جزء من المنطقة العربية. هذه الدول هي التي تحاول وتعمل على دمج إسرائيل في المنطقة والقفز على الملف الفلسطيني، وتقول لنا وللمواطن العربي أن إسرائيل ليست عدوا وأنه هذا هو الواقع السياسي. أيضا هذا الذي حصل اليوم في بالأمس في مجلس في اجتماع البرلمانيات العرب هو يؤكد أو يكشف أن هذه السياسة الرسمية اللي تخطها هذه الدول تحولت إلى البرلمانات في لديها، بمعنى أنه هذا البرلمان يطبق سياسة دولته باتجاه تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. لكن دعني أنا جمال أحيي الموقف الكويتي والموقف الأردني وأقول أن هذه الدول هي التي تعبر عن ضمير الأمة، لأن هؤلاء البرلمانيين العرب يمثلون شعوبهم وشعوب الدول العربية ترفض التطبيع مع إسرائيل، وما قاله رئيس البرلمان الكويتي هو الذي يعبر عن ضمير الأمة. وأنا حقيقة يعني أقول اليوم أنه مرزوق الغانم هذا البرلماني الكويتي هذا يستحق التكريم ويستحق التصفيق، وهو الرجل الذي يعبر عن ضمير هذه الأمة. وأقول أن أنا يعني منذ غادرت الكويت إلى اليوم
تأكدت أنها لم تتغير بموقفها تجاه القضية الفلسطينية. كيف يمكن ترجمة هذا الموقف شعبيا؟ لأن الشعب العربي كله يرفض التطبيع مع الاحتلال. كيف يمكن زيادة زخم هذا الموقف الرسمي شعبيا؟ اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي كل الشعوب العربية وكل من غرد وكتب في هذه المسألة كان متضامنا مع الموقف الكويتي ويقول أن الموقف الكويتي والأردني الرافض التطبيع هو موقفنا. يكون العمل بكشف هؤلاء الذين يسعون إلى التطبيع، كانوا في الغرف المغلقة والآن فوق الطاولات ويقولون أنهم يريدون أن يطبعوا مع الاحتلال الإسرائيلي. يجب أن نؤكد باستمرار عن هذا موقف يمثل خيانة للأمة العربية والإسلامية وللضمير الإنساني. دعني أقول أنه المتضامنين الموجودين في حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني من البريطانيين والأوروبيين والأمريكان لديهم ضمير، وهذا الضمير هو الذي يجعلهم يناصرون الشعب الفلسطيني، بينما رئيس مجلس الشورى السعودي الذي لديه يعني الانتماء العربي والإسلامي، وهذا كله لا قيمة له لأنه ليس لديه ضميرا إنسانيا. لو كان لديه ضميرا إنسانيا لكتب لأصر على مسألة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هو خيانة ويجب أن يجرم. وهناك مساعي تكشف عبر هذه يعني مثل هذه المؤتمرات، تكشف أن هناك مساعي تسير بشكل حثيث جدا لتشريع تطبيع شعبيا. لأن كده لاحظت أنه قبل شهر تقريبا تحدث نتنياهو وقال أنه نحن تطبيعنا مع الأنظمة العربية يسير بطريق ممتاز جدا وقطعنا أشواطا يعني ممتازة، لكن العائق هو التطبيع مع الشعوب. وجود مثل هذه البرلمانات العربية ومثل هؤلاء الأشخاص ومثل هذا التنديد الشعبي العربي بمواقف من يريد أن يخون وأن يطبع وأن يتماهى مع إسرائيل وأن يخرج علينا صبح مساء ليقول لنا أن إسرائيل هي جزء من هذه المنطقة، نقول له أنت تزيف التاريخ والجغرافيا ولن تنجح في تزييفها ولن تنجح في تزييف الوعي الجمعي للأمة العربية التي ترفض مثل هذه المحاولات الصهيونية الإسرائيلية التي تحاول أن تطبع بشكل يعني مرفوض تماما وسيكون معزول تماما. وهذا الشخص رئيس مجلس الشورى السعودي لا يعبر إلا عن نفسه، حتى لا يعبر عن الشعب السعودي ولا يعبر عن الشعب العربي، وبالتالي موقفه معزول وسيبقى معزول، وعلينا أن نستمر في التنديد به. شكرا لك محمد أمين الكاتب والباحث في الشؤون الفلسطينية. شكرا لك.